بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد إلى هذا الدرس في مكون الإملاء، والذي سوف نثبت من خلاله مكتسباتنا السابقة. إذا خلال هذا الدرس إن شاء الله سوف ننجز ما يلي: سؤال أول، أنجز شفهيا: أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في هذه الكلمات: خرجت، بنت، سبات، تقدمت. الفقرة الثانية أنجز على دفتري: أكتب جموع الأسماء التالية: قاض، حام، وال. سؤال اثنان: آتي بكلمات بها همزة متوسطة وأبين سبب رسمها على الحرف المناسب لها. السؤال الثالث: أملأ الجدول بكلمات تتضمن همزة في آخر الكلمة حسب المطلوب: همزة بعد سكون، همزة بعد كسر، همزة بعد فتح، همزة بعد ضم. للقيام بهذا الواجب وجب التذكير بالقواعد السابقة المتعلقة بكتابة الهمزة، ومن بين هذه القواعد لاحظوا معي الكلمة ومحل تائها: حضرت، التاء مبسوطة في آخر الفعل. بيت، التاء مبسوطة في اسم ساكن الوسط. بيوت، التاء مبسوطة في جمع الاسم ساكن الوسط. المسلمات، التاء مبسوطة في جمع المؤنث السالم. القاعدة الأخرى والمتعلقة أيضا بكتابة الهمزة المتوسطة على الياء: فمثلا سئل، جاءت الهمزة المتوسطة هنا على الياء لأنها مكسورة بعد ضم. تخبئه: جاءت الهمزة كتبت على الياء لأنها مضمومة بعد كسر. مئذنة كتبت الهمزة على الياء لأنها ساكنة بعد كسر. مرئية كتبت الهمزة على الياء لأنها مكسورة بعد سكون. جريئة، جاءت الهمزة هنا على الياء لأنها مفتوحة بعد سكون ميت، يعني بعد ياء ساكنة. ناشئين، جاءت الهمزة هنا على الياء لأنها مكسورة بعد كسر. سيئات، كتبت الهمزة هنا على الياء لأنها مفتوحة بعد كسر. إذا نستنتج أن الهمزة تكتب على الياء إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسورا. القاعدة الأخرى تقول حول كتابة الهمزة على الألف: سبب ذلك، مثلا سأل، كتبت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة بعد فتح. فجأة، كتبت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة بعد سكون. رأس، كتبت الهمزة على الألف لأنها ساكنة بعد فتح. نمر إلى كتابة الهمزة فوق الواو: شؤون، الهمزة مضمومة بعد ضم. يملؤون، الهمزة مضمومة بعد فتح. المسؤولية، الهمزة مضمومة بعد سكون. فؤاد، الهمزة مفتوحة بعد ضم. مؤمن، الهمزة ساكنة بعد ضم. إذا نستنتج من كل هذا أن كتابة الهمزة المتوسطة على الواو تكون في الحالات التالية: إذا جاءت مضمومة بعد ضم تكتب على الواو، وإذا جاءت مضمومة بعد الفتح تكتب على الواو أيضا، ثم الحالة الثالثة مضمومة بعد سكون، ثم مفتوحة بعد ضم، ثم الحالة الخامسة ساكنة بعد ضم. إذا في جميع هذه الحالات الخمس فالهمزة هنا تكتب على الواو. نذكركم أيضا بأن الهمزة المتطرفة تكتب في آخر الكلمة
مناسبة لحركة الحرف الذي قبلها. فمثلا تكتب على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، مثال كلمة يملأ. ثم تكتب على الياء إذا كان ما قبلها مكسورا، مثال يبطئ. ثم تكتب على الواو إذا كان ما قبلها مضموما، مثال كلمة تجرؤ. وتكتب أيضا الهمزة المتطرفة على السطر مستقلة إذا كان ما قبلها مد أو سكون، مد مثل كلمة شيماء، أو سكون مثل كلمة عبء. إذا نلتقي بعد قليل مع تصحيح هذه التمارين. أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد. إذا عدنا لإنجاز ما طلبت منكم. قلنا في السؤال الأول: أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في هذه الكلمات. فكلمة خرجت فهي فعل، ولهذا كتبت التاء فيه مبسوطة. بنت، فهذا اسم وسطه ساكن، لهذا كتبت التاء مبسوطة. سبات، فهو جمع مؤنث. تقدمت، فهو فعل، لهذا كتبت التاء هنا مبسوطة. بالنسبة للتمارين المتعلقة بأنجز على دفتري، فطلب منا في السؤال الأول: أكتب جموع الأسماء التالية. قاض، فهو مفرد، إذا جمعه قضاة. حام، فهو مفرد، جمعه فهو حماة. وال، مفرد أيضا، جمعه ولاة. السؤال الثاني: طلب منا أن آتي بكلمات بها همزة متوسطة وأبين سبب رسمها على الحرف المناسب لها. فمثلا الكلمة التي أتيت بها أنا هي بئر، كتبت هنا الهمزة على الياء لأن ما قبلها ساكن. ثم أتيت بكلمة أخرى سأل، كتبت الهمزة فوق الألف لأنها جاءت مفتوحة وأيضا ما قبلها مفتوح. ثم كلمات لؤلؤ، كتبت الهمزة هنا على الواو لأن في الحالة الأولى جاءت ساكنة وما قبلها مضموم. ثم أيضا في الحالة الثانية جاءت مضمومة وبعد ضم. إذن بالنسبة للسؤال الثالث: طلب منا أن نملأ الجدول بكلمات تتضمن همزة في آخر الكلمة حسب المطلوب. والكلمة مثلا التي فيها همزة بعد سكون كلمة دفء أو بطء. ثم الكلمة التي تحتوي على همزة بعد كسر مثلا كلمة قارئ. ثم الهمزة الكلمة التي تحتوي على همزة بعد فتح نجد مثلا كلمة قرأ. ثم الهمزة بعد ضم مثل كلمة بؤبؤ أو لؤلؤ. إلى هنا أصدقائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.